لكن في هذا الزمان، في هذا الزمن الذي تقوم فيه الساعة على شرار الخلق، يهدم الكعبة حجرا حجرا رجلا وصفه رسول الله وصفا دقيقا. طب قول لنا، لا مش دلوقتي، ده في الآخر هقول، مش دلوقتي. وحديث هدم الكعبة رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري في كتاب الحج، بل وترجم له الإمام البخاري بابا بعنوان باب هدم الكعبة، ورواه الإمام مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة. طب قول لنا أي حاجة دلوقتي. لا معلش مش دلوقتي، مش هنتكلم عن هدم الكعبة دلوقتي. أسأل الله عز وجل ألا يحرم المسلمين والموحدين منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، لأن أرواح المؤمنين ستقبض بإذن الله تعالى جميعا قبل هدم الكعبة، زادها الله تشريفا وتكريما. فمن العلامات ما قد يظهر مصاحبا لبعض العلامات الكبرى، ومن العلامات ما قد يظهر بعد العلامات الكبرى، حتى لا يحدث أي لبس عند بعض أحبابنا وإخواننا. فلنشرع في العلامات الصغرى، وأول علامة من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فهذه أول علامة من علامات الساعة. ليه؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي ومن حديث أنس بن مالك، واللفظ الذي أذكره الآن هو لفظ الإمام مسلم من حديث أنس، قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين وضم النبي السبابة والوسطى. بعثت أنا والساعة كهاتين وضم النبي صلى الله عليه وسلم السبابة والوسطى. ليه؟ لأن ما فيش بينهما أصبع ثالث، أو لأن السبابة تلي الوسطى، أو لأن الوسطى تلي السبابة بلا تفرقة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم والساعة مع بعضهم البعض، بعث في نسم الساعة، ليس بعده نبي. فمجرد ظهور النبي عليه الصلاة والسلام علامة على قرب الساعة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وأعمار الأمم تختلف عن أعمار الأفراد، حتى لا يلتبس الأمر عليك، أعمار الأمم تختلف عن أعمار الأفراد. فمبعث النبي عليه الصلاة والسلام أول علامات القيامة، أول علامات الساعة، لأنه ليس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نبي، فهو خاتم الأنبياء، وبعده مباشرة تأتي القيامة. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فهو بلا شك خاتم الأنبياء، لا نبي بعده ولا رسول بعده، بل تأتي بعده مباشرة الساعة والقيامة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، والشاهد من الحديث: وختم بي النبيون. فمهما ادعى المدعون والكذابون فلا نبي بعد المصطفى ولا رسول بعد المصطفى، وختم بي النبيون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، ومجرد بعثته ومجرد ظهوره أول علامة من علامات الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى. العلامة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة في حديث واحد رواه الإمام البخاري وغيره من حديث عوف بن مالك، وقد ذكرته كنموذج من نماذج علامات الساعة في حلقة المقدمة. الحديث رواه البخاري من حديث عوف بن مالك أن الحبيب النبي
صلى الله عليه وسلم قال اعدد ستا بين يدي الساعة. عد معايا، اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، أي موت النبي صلى الله عليه وسلم، موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم تكون فتنة لا تترك بيتا في العرب إلا دخلته، ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. قف مع العلامات التي وقعت من هذا الحديث: موته صلى الله عليه وسلم، مات الحبيب، وكان موته من أعظم المصائب التي وقعت بالأمة. حتى قال أنس رضوان الله عليه، والحديث في سنن الترمذي بسند صحيح: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أظلم منها كل شيء. رضي الله عن أنس، عن هذا الحبيب المحب، ولما لا، وبموته عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي من السماء، ويا لها من كرامة لا يستوعبها كثير من الخلق. ففي صحيح مسلم لما مات النبي عليه الصلاة والسلام انطلق أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ليزورا أم أيمن حاضنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدخل عليها فوجداها تبكي، فقال لها: يا أم أيمن، ما عند الله خير لرسوله، إنما عند الله خير لرسوله، أو ما عند الله خير لرسوله، أي مما أعطاه في الدنيا، لا تبكي. فقالت أم أيمن: أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكنني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها، لأن الوحي قد انقطع من السماء. صحيح، رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا، معنا بسنته، معنا بشريعته، معنا بهديه، معنا بأخلاقه، بل يحيا في قبره الآن حياة برزخية لا يعلم حقيقتها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ففي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند حسن من حديث أوس بن أوس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي وقد أكلت الأرض جسدك يا رسول الله؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فما ظنكم بجسد أطهر الأنبياء وسيد الأنبياء وإمام الأتقياء الأصفياء حبيب رب الأرض والسماء صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم أيها الأحبة، موت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب التي وقعت بهذه الأمة، بل أنا أدين الله بأنها أعظم مصيبة، بأن موته أعظم مصيبة وقعت بالأمة، بأبي هو وأمي وروحي. لكن شاء ربنا وقدر ألا يخلد أحد في الأرض ولو كان المصطفى، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال ربنا جل وتعالى:
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.